السلام عليكم ورحمة الله. سميرة محمد فخري، صانعة الأسنان، جيت مراكش. تعقد الفيدرالية الوطنية لصانع ومركب الأسنان بالمغرب لقاءه الأول بمدينة مراكش. وبهذه المناسبة نشكر أعضاء الفيدرالية في شخص الرئيس السيد مصطفى ترمان الذي نكون له كل تقدير والاحترام. كذلك لا ننسى تأسيس الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي الذي سيعطي للجهة شعارا في النضال من أجل تحقيق الغد الأفضل لصانع الأسنان. كما نرجو من العلي القدير أن ينصر ملكنا الجليل وأن يطول في عمره، وشكرا. مصطفى ترمام، رئيس الفيدرالية الوطنية لصانع ومركبي الأسنان بالمغرب، اليوم في مراكش في القاعة الكبرى للمجلس البلدي، الدورة الأولى للمجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لصانع ومركبي الأسنان. يعني الظروف ديال كورونا وديال الحجر الصحي هي اللي خلاتنا اننا ناجلوا هاد المجلس، الدوره الاولى للمجلس الوطني حتى لهاد السنه. الحضور كان كثيف، الفعاليات بدات وكانت ناجحه، كانوا انخراطات مكثفه من الاخوه، كان تدخل مجموعه من الاطر الوطنيه منها الشبكه الوطنيه لحقوق الانسان واعضاء الفيدراليه. تم تلاوه التقرير الادبي والمالي على الحاضرين، كان لقاء ناجح، ونتمناو ان الدوره الثانيه للمجلس الوطني ان شاء الله تكون اكثر نجاحا من هذا ومزيد من العطاء.